السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب عمر خير. بسم الله. الدائرة العجيبة. كانت الدائرة العجيبة تسافر دائما وتتجول كثيرا المدن في المدن والقرى والصحارى وتساعد الناس. وفي يوم من الأيام دخلت الدائرة العجيبة مدينة الأشكال، فوجدتها مدينة غريبة، كل شيء فيها على شكل المثلث أو المربع أو المستطيل. كانت المدينة مربعة وبيوتها مستطيلة، يعلوها مثلث كبير ويرتدي سكانها قبعات مثلثة ويقصون الشجرات الأشجار على شكل مثلث. عندما رأى الناس الدائرة العجيبة تزول في مكان مدينتهم تعجبوا كثيرا، إذ كانت تتحرك بسرعة تحرج على الأرصفة. كانوا يضحكون منها كثيرا وتجمعون لمراقبتها. أخذت الدائرة العجيبة تتجول في المدينة وشعرت بالدهشة، قائلة: يا لها من مدينة جميلة، ولكن ليس فيها دائرة واحدة كي يعيش سكانها دون الدوائر. وفجأة شاهدت الدائرة منظرا حزينا، أحزانها فقد رأت رجلا عجوزا يدفع أمامه بقوة عربة مستطيلة مملوءة بالأخشاب، وكانت تسير
ببطء شديد لعدم وجود العضلات. تقدمت الدائرة من العجوز وقالت له: لماذا لا تضع عجلات لعربتك؟ ضحك العجوز وقال: وما هي العجلات التي تذكرينها؟ وفجأة حولت الدائرة العجيبة نفسها إلى عجلة وأخذت تتدحرج بسرعة أمام الرجل العجوز الذي وقف مستغربا وقال: هذا عظيم، وهل تستطيعين مساعدتي؟ ردت الدائرة بسرعة: نعم. ثم تناولت شجرة وقطعت منه أربع عجلات دائرية وقطعت في وسط كل عجلة داخل دائرة صغيرة وأدخلت جذعا من طرفه في دائرة وطرفه الآخر في دائرة أخرى. وضعت الدائرة العجيبة العربات على العجلات، فصارت العربة تتحرك بسرعة وسهولة. سر العجوز كثيرا وشكر الدائرة على مساعدتها. ذاع الخبر بين الناس في المدينة، تعلموا كيف يصنعون العجلات، وصارت الشوارع والأسواق مليئة بالعربات
التي تسير على عجلات فرح الناس في مدينة الأشكال بالعجلة كثيرا وشكروا الدائرة العجيبة على مساعدتها لهم وطلبوا إليها أن تعيش معهم في مدينتهم. اعتذرت له وقالت إن الدائرة تسير دائما ولا تتوقف. وفي يوم من الأيام حضر حارسان من حرس حراس الملك في المدينة وطلب إلى الدائرة العجيبة أن تذهب معهما إلى قصر الملك، فذهبت معهما الكبيرة المستطيلة جلست الدائرة العجيبة مع الملك وأطفاله الثلاثة. قال الملك للدائرة العجيبة: نريد منك أن تخترعي لنا ألعابا جميلة من الدوائر للأطفال. وفجأة حولت الدائرة نفسها إلى كرة جميلة، وكان الملك قد استدعى صانع الألعاب إلى القصر فخطبه قائلا: والآن جاء دورك يا صانع الألعاب. وفي اليوم التالي كان أطفال المدينة يلعبون بكرات جميلة ملونة صنعها لهم صانع الألعاب أمام الدائرة. أما الدائرة العجيبة فقد غادرت المدينة لتكمل جولتها في بلاد العالم الواسعة.